دكتور أحمد، ممكن حضرتك تعرفنا من نفسك؟ أنا دكتور أحمد السلماوي، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. أتشرف بيكم وأتشرف بوجودي معكم. دكتور أحمد، ممكن تكلمنا عن بخاخات الأنف وكيفية استخدامها بشكل صحيح؟ والله فعلا استخدام البخاخات، وخاصة ان في عندنا نوعين من البخاخات، نوع اللي هو نقط الانف على شكل بخاخة، او استعمال الكورتيزون او السوائل اللي هي زي مية البحر في البخاخات. فدول الانواع المختلفة من البخاخات. نقط الانف دي بتطلب كدكاترة في حالات يعني شورت ثيرابي، يعني ما تبقاش اكتر من يومين او ثلاثة. دي في حالات الجيوب الانفية التهاباتها تفتح الانف، لكن للأسف بيساء استخدامها وتستخدم لمدة اطول، فتسبب مضاعفات تضخم غضاريف في الانف وانسداد الانف ويحتاج لجراحة. بخاخة الكورتيزون اللي هي الناس كتير برضو بتخاف منها، تقول كورتيزون انه هيأثر او يعمل مضاعفات، لا، بخاخة الكورتيزون الموضعية ما بتمتصش بنسبة عالية قوي، وبتؤدي الى تحسن حالات الحساسية جدا، وافضل استخدام لحالات الحساسية هو بخاخات الكورتيزون. بخاخات مية البحر سواء مضاف عليها بعض المواد الكيماوية او لا، هي بتستخدم بعد العمليات او اثناء الالتهابات لتنظيف الجيوب الانفية من المخاط السميك، والحقيقة دي عملية جدا. فدول ثلاث انواع البخاخات اللي بيستخدموا، وطريقة استخدامهم مهم قوي ان الدكتور يوصفها ويشرحها كويس قوي قبل استخدام العيان، يعني لازم ينظف الانف كويس قوي قبل استخدام اي واحدة. شكرا لحضرتك.